السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: استمرار مظاهرات المحاضرين المجانيين في محافظة النجف للمطالبة بالتثبيت، والقوات الحكومية تعتدي عليهم. في العنوان الثاني: لليوم الخامس عشر على التوالي خريجو كلية الهندسة القسم الكيميائي يتظاهرون أمام وزارة النفط للحصول على حقهم في التعيين. وفي العنوان الثالث: مظاهرات للكوادر الطبية أمام وزارة الصحة في بغداد للمطالبة بحقوقهم المسلوبة وسط غياب للمعالجة الحكومية. وأخيرا: الكلاب السائبة ظاهرة خطيرة تزداد خطورتها يوما بعد آخر في محافظة البصرة، ومناشدات للتدخل بعد حدوث حالات إصابة ووفاة. أهلا بكم. تستمر مظاهرات المحاضرين المجانيين في محافظة النجف للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة التربية. وتوجه المتظاهرون إلى مجلس المحافظة للاعتصام أمام مبنى المجلس للضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين. فلنشاهد. اعتدت قوات مكافحة الشغب على المتظاهرين أمام مبنى مجلس محافظة النجف بالضرب، وأصابت عددا منهم، كما قامت بتفريق المعتصمين من المحاضرين المجانيين الذين خرجوا صباح هذا اليوم وطالبوا بتثبيتهم. نبقى في إطار التظاهرات، حيث يستمر اعتصام خريجي كلية الهندسة القسم الكيميائي تحديدا أمام مبنى وزارة النفط لليوم الخامس عشر على التوالي للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم أو توظيفهم، في الوقت الذي تغزو شركات النفط في الجنوب العمالة الأجنبية. ورغم هذا لم يحصل المعتصمون طوال فترة اعتصامهم على أي رد أو تجاوب من قبل الوزارة. فنشاهد.
قاعد تحسوها شنو هناك مبيتكم بشارع مثل ما شوف صار لنا 15 يوم مفترشين الارصفه هسه اذا تشوف احنا ظهورنا طققت من الحر زين وتعبنا وصار لنا تقريبا 15 يوم لا نهار نهار ولا ليل ليل زين حصر علينا الحمامات والسبع حصر علينا الماء لا مسؤول يلتفت إني ولا منظمات المجتمع المدني ولا حقوق الإنسان ليش إحنا ليش تعبنا وسهرنا ووصلنا لهاي المرحلة حتى نقعد على الرصيف نباوع على الوزارة حتى الوزير ما يعبرنا حتى شنو ما تقول لي العمالة الأجنبية ترست العراق تقريبا حدود 103 عامل أجنبي 103 ألف عامل أجنبي جاي يشتغل بالشركات النفطية اللي بالبصرة جاي يصرفون عليه آلاف الدولارات وإحنا هنا عراقيين ما محصلين لقمة عيش بها أهالينا ولا نكون بها أنفسنا فتعبنا يا اخوي والله العظيم تعبنا زين يعني الوازن قل الناس هاي اللي تعبر بالشارع جاي يسمعنا كلام ويشغلون علينا بطاله مي واكو بيهم يغلطون علينا واحنا ساكتين كلهم متحملين المسؤولين يجي مسؤول بس يجي مجرد السلام عليكم ياخذ لنا صورتين وراح خلاص ما شفنا منه اي شيء نطالب منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والساده المعنيين وزير النفط وكل الجهات المعنيه والساده النواب ان يلتفتون انه ويشوفون حل لهاي الناس وهاي الشباب الخريج العاطل عن العمل كل احنا محافظات اقرب واحد بينا هو انه من بغداد او من غير محافظات من البصره والناصريه كل احنا متغربين وصارنا 15 يوم الخريجون من المحافظات مستمرون بالاعتصام والمبيت أمام مبنى وزارة النفط بينما البنات الخريجات يأتين يوميا من الساعة 6 صباحا حتى المساء لكن كل هذا يحدث دون أن يقف أي أحد من المسؤولين على مطالب المتظاهرين فلنشاهد خريجين الهندسة الكيميائية صار لنا تقريبا 15 يوم معترسمين امام وزاره النفط العراقيه وطبعا لحد الان ماكو اي بادره من الوزاره بدي اشوف هاي الحر والشمس مصمتنا صمت ماكو اي شيء من يومهم وان شاء الله بكي انه تنظر لنا بعين الابويه الوزير ينظر لنا بعين الابويه وما صار يعني ما اعرف يقبلها على اولاده وبناته واولاده انه يوقفون بالشمس بهذا الحر ما صار اكو وزير هيك يقبل بس هو ما اعرف يعني صار قابل لنا عادي متجاهل الشعر كلش متجاهلنا متجاهل هاي الشهادات متجاهلنا لانه صار لنا لانه لما متجاهلنا مو صار لنا ثالث اسبوع وما اصلا ما دا يتذكرنا بالضبط صار ثالث اسبوع احنا بالشارع نايمين وهم ولا يمهم ثالث اسبوع ولا يمهم ولا كانه ولا كانه هاي الناس درست تعبت 16 سنه واخذت اعلى المعدلات واخوي انا دكاتره واخو ماجستير واخو ناس عايفه بيتها وجهالها واخو ناس محافظات ولد ويانا واخو بنات ايضا محافظات ولد بغداد ولد المحافظه طبعا دا ينامون هنا بالشارع البنات تجي من 6 الصبح ودا تروح بالستة العصر بس ماكو استجابه مع العلم احنا تعدادنا قليل جدا تعداد كلش قليل يعني على محافظه بغداد كلها 350 لن نخرج من إطار التظاهرات سنبقى في هذا الإطار ونتابع جانباً من تظاهرة الكوادر الإدارية والصحية أمام وزارة الصحة في بغداد للمطالبة بحقوقهم برفع التسكين والخطورة أسوة بأقرانهم الموظفين حيث تجمع المتظاهرون القادمون من جميع محافظات العراق أمام وزارة الصحة لإيصالهم صوتهم إليها فلنشاهد خادم وانا اخوكم الصغير حي الله الشهوه الله يحسن
المتظاهرون أكدوا أنهم لا يريدون سوى أبسط حقوقهم وإنصاف هذه الشريحة المهمة. فلنستمع. ننتقل إلى موضوع آخر. انتشرت ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في محافظة البصرة. بدأت هذه الظاهرة تتفاقم وهناك شكاوى عديدة من المواطنين لإيجاد حل لهذه الظاهرة الخطيرة وغير الحضارية كما يقول. فنشاهد. لقطات بكاميرا مراقبة وثقت لحظة هجوم كلاب الشوارع على أطفال في محافظة البصرة. فنشاهد. الموضوع لم يقف عند هذا الحد. أطفال إحدى مناطق محافظة البصرة تحدثوا عن إصاباتهم نتيجة هجمات الكلاب السائبة عليهم أثناء اللعب. وهناك مناشدات أطلقت من الأهالي لإيجاد حل لما يتعرض له أطفالهم من هجمات متكررة من كلاب الشوارع. فنشاهد. شبيك بابا شبيك؟ هذا شنو هاي؟ كلب بين عضك. وانت شنو سوى لك الكلب؟ انا خمسه منا دارت عليه. وهاي هيك عضنك هاي منا برجلك؟ كم برايس اضربه؟ شو؟ يا ابوي شوف شوف شوف. وانت بابا شو والله رجلك؟ وهذا الثالث. يا ناس يا عالم هاي هنا شوفوها والله ملينا والله العظيم. هاي اليمة مركز الشرطه يم جامع الامام علي. هاي كلاب خطيه ما يقدرون الجهال يلعبون هنا بالليل. هذه منطقه منزوعة السلاح منتهية. هاي جهال خطية كلهم. هذا واحد واثنين وهاي ثلاثة. ذولا ثلاثتهم عظم الكلب. الموضوع تطور أكثر من ذلك حيث توفي شاب بعمر 25 عاما من البصرة نتيجة تعرضه لهجوم من إحدى كلاب الشوارع وبسبب عدم تلقيه العلاج اللازم في المستشفى الجمهوري. فنشاهد. أنا أحمل كافة المسؤولين في قضاء الزبير عن مسؤولية ابني، لأن ابني راح عمره 25 سنة بعض الشلب حديقة بالحديقة هجم عليه على صاحب الحديقة. هجم على صاحب الحديقة راد يفكه من عنده. هنا بهجم عليه وعضه بإيده بصبعه الإبهام وفاته باللحظة اللي
هذا كل ما صار يعني، والاجراءات اللي اخذوها المستشفى الجمهوري جرعات ما هي نظاميه وكلها فاسده. منذ عام 2013 ولحد الان لا توجد اي حمله ضد الكلاب السائبه، وانتشرت هذه الكلاب السائبه في كل النواحي، في كل الاقضيه وفي كل المحلات والمدارس والمؤسسات الحكوميه. وسبق ان حصلت حادثه داخل مستشفى الزبير العام ان احد المنتسبين تعرض الى عضه كلب. قدمنا دعوه ان شاء الله يوم الاحد راح نقوم بها، هسه لنا اجراءات فاتحه وملتهين بالفاتحه ان شاء الله من يوم الاحد تبدي على جميع الاطراف، نحمل كافه الاطراف المسؤوليه من صغيرها الى كبيرها. هاي القضيه قضيه المفروض البشر له اهتمام بهذا البلد. حسب القوانين فانه حمله الكلاب قضاء على الكلاب السائبه هي من صلاحيات مكتب المحافظ والدوائر السانده، اما بالنسبه للحكومات المحليه فلم تعطى صلاحيات لمكافحه هذه الكلاب او استخدام العقاقير او الخراطيش لقتل هذه الكلاب. لحد الان لم تتخذ اجراءات للاسف، والملف موجود في مكتب المحافظ ولم نعلم لحد الان باتخاذ اجراءات معينه. حاليا تم الاتصال بسيد المحافظ وعلى تواصل معه لغرض حل هذا الموضوع حيث أصبح خطير، حيث سجلت العام الماضي أكثر من 268 حادثة. أهلا بكم من جديد. سيطرة الصقور هي نقطة أمنية تقع على الطريق الرابط بين محافظة الأنبار والعاصمة بغداد، حيث يعاني المارون من هذه السيطرة من التعامل اللا إنساني من القوات المتواجدة في السيطرة، إذ يذل المواطنون القادمون من محافظة الأنبار والذين يرغبون بدخول العاصمة بغداد، مما يضطرهم إلى الوقوف تحت حرارة الشمس لساعات طويلة حتى يتسنى لهم الدخول. فنشاهد هذه الصور وهي جزء بسيط من معاناة الناس في سيطرة الصقور. طبعا الصورة هي نعم بهذا الشكل، لكن الانتظار يكون لساعات طويلة، وكما تلاحظون هذه الطوابير الطويلة أيضا تحت حرارة الشمس التي ارتفعت وزادت عن أكثر من 50 درجة مئوية في العراق، وصلت إلى أكثر من ذلك في بعض المحافظات. هؤلاء الناس ينتظرون هذه الساعات الطويلة، وربما يأتيهم ضابط معين أو مجند أو كذا يطلب رشوة معينة منهم حتى يدخلون. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. العراقي الأصيل يقول: العتب على سياسيي المحافظة الجبناء اللي ما بيهم خير، والله ذلة، لكن من يسمعك من ربعنا وسفه على شواربكم. في تعليق آخر صفاء يقول أو تقول: الشعوب تتحضر وتتثقف ونحن نرجع إلى الخلف، والتخلف ترى والله عيب، تضحكون علينا. جمعة يقول: أخي هاي بس على الأنبار لأن ماكو أحد يدافع عنهم. هكذا يرى سيد جمعة أن المتضرر أو المتضررين هم أهالي الأنبار. حازم يقول: ما يجري في سيطرة الصقور باتجاه بغداد إذلال للناس وليس له علاقة بالإجراءات الأمنية، يجب وضع حد لهذه المعاناة. وفي تعليق آخر لدينا أسامة يقول: إش قد عيب من نواب الفلوجة، إش قد عيب، وين غيرتهم؟ لو بس منصب وفلوس والله لو أنا نائب ويصير هيك أضرب راسي بالحائط، بس هذولا لا غيرة ولا ضمير، يقصد المسؤولين. وفي آخر التعليقات لدينا مشاهدينا الكرام، عاصم يقول: والله خطية، أغلبيتهم لو موظف لو طالب لو كاسب، وهي دائما وقت الامتحانات يصير هيك، أشو ورا ما بلش يدقق رجع مسلسل التفجيرات ببغداد، والله هو المستعان. هذه نقطة مهمة طبعا، كثرة النقاط التفتيش والسيطرات الأمنية المتواجدة على مداخل المحافظات وفي داخل المحافظات وعلى الطرق الرابطة بين المحافظات تطرح سؤالا مهما للغاية: كيف تحدث إذن هذه التفجيرات؟ لماذا إذن هذه التفجيرات؟ وتابعنا هذا الموضوع في حوادث سابقة وكوارث حقيقة، كتفجير الكرادة على سبيل المثال الذي كان فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لانهيار أمني واضح في العراق. نراكم بعد قليل. أهلا بكم.
غطي لي وغطي لك، هي جملة قالها عمار الحكيم في وقت سابق بعد أن تحول الآن إلى ما يسمى بالمعارضة السياسية في العراق، وهي في حقيقة الأمر مسرحية أكثر منها معارضة كما يراها العراقيون. عموما قال هذه الجملة بعد ماكو غطي لي وغطي لك، وهي تعني انتهى زمن تستر سياسي على آخر في جرائمهم. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الموضوع. سيف يقول: عموري الفاسد، يقصد عمار الحكيم، يبدو أن مرارته فقعت من حلفائه بعدم إعطائه ما يريد، فخرج علينا يدعي النزاهة والشرف وهو أفسد من البيضة الفاسدة. هكذا يرى سيف. في تغريدة أخرى حسين يقول: عمار الحكيم يقول سننتقل من مرحلة غطي لي وغطي لك إلى مرحلة المعارضة بكل جراءة وصلافة، يعترف بتغطية الفساد المتبادلة بين الأحزاب. في تغريدة أخرى أحمد يقول: عمار الحكيم يعترف بالفساد والفشل، غطي لي وغطي لك. هل يدخل الإيمان بقلوب أتباعه وأنصاره بأن العملية السياسية ضحك على الذقون؟ هذا هو السؤال المطروح. وفي آخر التغريدات لدينا أحمد يقول: سياسة غطي لي وغطي لك سياسة فاسدة فاقدة المسؤولية ولا تليق بكرامة ومكانة العراق. غطي لي وغطي لك بعد 16 عاما على هذه السياسة، الآن يبدو أن عمار الحكيم يريد أن يتخذ طريقا مغايرا رغم أنه جزء مشارك في السلطة. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أمس كانت ذكرى انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية. دعونا نستذكر هذه الأحداث. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.